في حلقة اليوم. بعد 100 عام على سايكس بيكو، هل يسعى الغرب حقا لتقسيم تركيا؟ من ملال إيران إلى اليمين الأمريكي، أمنيات تلتقي على تدمير دمشق. مساء الخير. بعد مرور 100 سنة على اتفاقية سايكس بيكو، بدأت دول المؤامرات بالنفخ على جمر التقسيم. هالتقسيم مو بس على الدول العربية، تركيا موجودة أيضا بالخطط وبالتصريحات، بس يا ترى رح تنجح هالخطط ولا رح تفشل؟ منشوف هالتقرير ومنرجع لغرفة الأخبار. الحديث عن تقسيم تركيا يبدو مادة للجدل تعتمد التهويل والمبالغة، لكن بنظرة أكثر قرب تبدو الصورة مختلفة. فلما نعمان كورتلموش نائب رئيس الوزراء التركي بيقول إنه الأتراك خايفين على وحدة أراضيهم، معناها هالموضوع تجاوز مجرد الكلام. المخاوف الرسمية ما أجت من فراغ وإلها مبررات، مثل نشوء مناطق كردية شمال سوريا وتحول الصراع مع حزب العمال الكردستاني من الجبال وعمليات تفجير إلى المواجهات المباشرة داخل المدن سعياً للسيطرة عليها. منرجع لورا شوي، وتحديداً أواخر التسعينات، لمقولة وزيرة الخارجية وقتها مادلين أولبرايت إنه تركيا أكبر من أن تبقى دولة خاصة بالأتراك فقط. لاحقاً برز مصطلح الشرق الأوسط الجديد على لسان وزيرة الخارجية الأمريكية أنذاك كونداليزا رايس بال2006، بس وقتها صورة هالشرق ما كانت واضحة كتير. مو بس هيك، مؤخراً كشف أحد الضباط الأتراك الذي عامل كممثل لتركيا في الناتو أنه خلال اجتماع عسكري للدول الأعضاء عرض ضابط أمريكي خريطة الشرق الأوسط الكبير، وفيها يظهر اقتطاع أجزاء من الدولة التركية لصالح دول جديدة. تركيا عم تعيش هالأيام أشد فترة في تاريخها الحديث حرج، مع محاصرتها من روسيا شمالاً وجنوباً ووقوف أمريكا كمتفرجة وربما سعيدة وشماتة أوروبي. أما الجبهة الداخلية التركية فيبدو أنها تتضامن مع حكومة العدالة، فتصريحات قادة بأحزاب المعارضة أيدت حق الدولة التركية بالدفاع عن نفسها، وكأنه خطر التقسيم صار أكبر. البعض بيقول أنه مخاوف الأتراك غير مبررة وتركيا مستقرة وتمتلك جيش قوي واقتصاد يحتل المرتبة 17 عالميا، لكن كل ذلك قد يختفي حين نطرح السؤال: من كان يتوقع كل ما جرى في سوريا؟ بهذا السيناريو وهذا الإخراج الأمريكي الغربي الروسي لفيلم قديم كان اسمه سايكس بيكو. أهلا وسهلا فيك هشام بغرفة الأخبار. يا هلا هشام. مثل ما شفنا بالتقرير، يعني استعرض أنه إمكانية واحتمالات تقسيم تركيا، بس كأنه ما في مبالغة. تركيا اليوم دولة قوية، عندها جيش وعندها اقتصاد، يعني يبدو الموضوع في تهويل كبير أنه تقسيم تركيا. هلا أنا بتفق معك تماما أنه تركيا دولة قوية من ناحية الاقتصاد ومن ناحية الجيش، أكيد عندها امتداد جغرافي وامتداد كنفوذ في آسيا الوسطى وحتى في بعض الدول العربية، لكن أنا بسميها هي مش مخاوف أكثر ما هي تحديات إن صح التعبير. التحديات اللي ممكن نقول عنها هي بتتركز أكثر شيء بوجود عاملين، العامل الكردي والعامل هو عامل عرقي في جنوب شرق تركيا، والعامل الآخر هو عامل مذهبي إن صح التعبير، أو بين قوسين عامل في جنوب غرب تركيا اللي هو العامل العلويين اللي موجودين عندهم. فهدول التحديات بتصوري هي مخاوف حقيقية، لكن ممكن نكون مؤجلة إلى حين تبولوا الفراغ من الملف السوري والملف العراقي اللي هو الأكثر إلحاحا حاليا. فممكن يكون في ضغط على الأتراك خلال الفترة القادمة لحتى يعني إمتى مثلا ممكن مؤجلة؟ هي إذا هلأ الفرصة معنا مناسبة في فوضى حدود سوريا، لإمتى ممكن تكون مؤجلة؟ هلأ هو إعادة ترتيب أوراق. أكيد تركيا كدولة بالنسبة للغرب هي دولة شاسعة مترامية الأطراف، فقوية اقتصاديا، نسبة النمو الاقتصادي فيها ما يقارب 7% خلال السنوات الماضية، سعي للانضمام للاتحاد الأوروبي أكيد رح يغير الموازين الديمغرافية والاقتصادية بقلب الاتحاد الأوروبي. فكل هاي العوامل بتعطي دور إقليمي كبير لتركيا. كأنه العامل الروسي تحديدا غائب بكلامك، ما قال علما. يعني في معلومة ممكن البعض يكون ما بيعرفها، أنه اتفاقية سايكس بيكو هي اسمها الأساسي كان سايكس بيكو سازانوف وزير خارجية روسي. اللي يفترض أنه كان في حصة لروسيا من اقتطاع أجزاء من تركيا.
البعض اليوم بيشوف انه بوتين عم يستحضر هاي الطموحات الروسية القديمة، انت شو تعليقك يعني شو رأيك؟ تماما لا، العداء التاريخي او خلينا نقول بين روسيا والعثمانيين او حتى الاتراك فيما بعد هو عداء مكشوف ومعلم. يعني الاطماع الروسية بالمضائق التركية البوسفور والدردنيل، حتى المطالبات بمدينة اسطنبول وضم لروسيا، هي امر مكشوف والاتراك على ما بتشوف فيه مبالغة بالكلام هذا هشام، يعني انه اسطنبول ومنطقة دولية، يعني هذا الكلام كان قبل ممكن بس هلا يعني مستحيل. ليه هلا يعني روسيا طلبت بآيا صوفيا؟ يعني تخيل يعني مثلا آيا صوفيا كيف بدها تاخذ؟ يعني هذا الموضوع يبدو فعلا تهويل. هلا التقسيم يقتطعوا جزء من اراضيها ايه، بس انه نروح لاسطنبول يرجعوا اسطنبول بتخيل يعني موضوع التقسيم. يمكن حتى شغله التقسيم مو شغله سهله، بس هل هي وارده؟ يعني وارده جدا، وارد ياخذوا مثلا جزء منها للاكراد، ياخذوا جزء للعلويين حتى بمعاهد صفر اكثر من هيك تبعات عمان اكثر من هيك ايه، بس انه اكثر من هيك اسطنبول وآيا صوفيا. يعني الموضوع ما انه سايكس بيكو ما انا ضعيفه تركيا لهالدرجه. يعني اساسا تركيا يعني بمعهد سيفرين كان في تدويل اسطنبول ومضيق بوسفور واراضي لليونانيين والاكراد والطليان والبريطانيين، بس لما اتاتورك اجا حارب ورفض هاي القصه كلها وتوحدت تركيا اللي عم نشوفها اليوم، توحدت كجزء كامل. يعني نحن لو بلاد الشام حاربنا مثلا ما كانت مزبوط. انت مثل ما قلت انه يعني العنصر الموجود هو الاكراد، يعني ملف الاكراد، والاكراد عبر التاريخ معروف انه هن كانوا دائما يستعينوا بوعود خارجيه، هالشيء خلاهم يعني خاصه يوم المعارضه واقفه مع الحكومه. هلا لما بيستشعروا بالخطر فعلا وخاصه القوميين يعني فبيوقفوا مع الحكومه بمحاربه كل نحن حتى ما نخوض مثل ما بيقولوا بتعميمات وتخلينا نفوت مثل ما بيقولوا بمتاهات شوي. لازم نميز دوما بين الطبقه السياسيه بالنسبه للاكراد وبين الاكراد كمكون عرقي موجود بالمنطقة مثلا أو له هوية خاصة. طيب هذا الموضوع قبل ما نتوسع أكثر بموضوع الأكراد في عنا تقرير إنفوغرافيك، خلونا نشوفه ونرجع نكمل الحوار. أوكي. مثل ما شفنا بالتقرير انه بعد معاهدة لوزان يعني حرم الاكراد من حصول على دولة مستقلة، تمام، بس مع هيك توالت الوعود من قبل الدول. يعني الاكراد بعد كل هذا ألم يدركوا انه هن عم يتم استخدامهم كورقة مساومة؟ تمام. على الاكراد عندهم هذا النزوع للاستقلال او التكوين كيان خاص فيهم، مثل ما قلت قبل التقرير انه لازم نميز بين الطبقه السياسيه اللي دوما عم يتم استخدامها كوقود لاي محاوله للضغط على اي دوله بالمنطقه، سواء كان في سوريا او في العراق او في تركيا. هلا عمليه بناء كيان خاص بالاكراد هي عمليه تراكميه، ما ممكن نعمل فيه نلاقي حالنا مثلا صار في دوله للاكراد. هلا ان طلعنا على الوضع بالعراق،
عملية كردستان العراق ما انخلقت بالضبط. فعليا نحن ما نوفقنا يعني لأن هذا الشيء في هلا كانتونات موجودة للأكراد تمام. يعني تجاوزوا وقطعوا مرحلة كثير كبيرة تمام. ولذلك هلا بالنسبة للأتراك هلا عملية أنا توقع الشخصي إنه عملية تدخل البري في سوريا هو أمر قائم وقريب جدا ويمكن يكون خلال أسابيع قليلة. السبب الأساسي بالنسبة لهذا الموضوع ليس لحسابات سياسية داخلية توقع ولا بناء معلومات؟ انا ما بشتغل مع المخابرات حتى يكون عندي معلومات انا هذا توقعي عم تعطي لي رقم انت اسابيع قليله تمام اسابيع قليله تمام لانه حسب الحشد البري اللي عم يصير سعوديا وتركيا ومن اكثر من دوله حتى الروس نفسهم مستشعرين انه هون في خطر تركي قائم راح يكون في اجتياح لمناطق في سوريا طبعا لكن هذا نتيجة ليس لحسابات داخليه سوريه بقدر ما هو تحول الاخطاء بينجحوا الاتراك ولا ما بينجحوا هلا راح يكون في اكيد برايي الشخصي راح يكون في اشتباكات وفي في 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 تداخلات كبيره وممكن يصير معها انا بحس راح يدفعوا ثمن كبير يعني ما انه اللعبه الكبيره انا بشبهها مثل ما كتبت باخر مره كيف شبهها مثل لعبه الروليت الروسي راح يحط مسدس براسه فيه 8 طلقات او 8 محاولات للهدف واحدة فارغة اما يقضوا على يتم خسارة كل ما بنته تركيا خلال السنوات الماضية او يكسبوا 7 محاولات. خلينا نوازن الصورة شوي هلا نحن وكأنه الموضوع انتقاد تحديدا للطرف الكردي ممثلا باحدى الجهات السياسية بالمقابل بعض المراقبين شافوا انه العدالة والتنمية ليكسب الانتخابات الاخير صعد اتجاه الاكراد كرمال يكسب الصوت الحركة القومية مثلا فما بيتحمل كمان الحكومة وعدالة وتنمية ما بتحمل المسؤولية؟ هلا هن الحكومة التركية التصعيد اللي صار كسبوا من وراء ليس فقط أصوات الحركة القومية كسبوا بعض الأصوات من حزب الشعوب الديمقراطي اللي هم الأكراد لأنه الأكراد في جزء من الأكراد لا يشاركون كبيرة بين ما بيتشاركوا مع البيكك حتى تمام وبين نفسهم حزب الشعوب في خلافات مع البيكك يعني دخلوا على البرلمان المفروض يلتزموا عمل سياسي لا البيكك صعد هجمات وصار في مواجهات ضمن المدن حتى يعني تمام حتى ضمن الاقليه الكرديه في تركيا موضوع الانتماء او لفضاء اكبر يامنهم استقرار اقتصادي او مردود الدخل عالي في النهايه المناطق اللي هم موجودين فيها حتى الخلاف بين المناطق الدرزاتية بسوريا وكردستان العراق كبير يعني لا يمكن حد يخضع للثاني يعني بتخيل ما بقبلوا البي واي دي انه يروحوا للبشمرقة والكردستاني هلا هذا اللي خلينا نطرح انه تساؤل هل الاكراد اصلا اللي موجودين بتركيا كلهم عندهم هاي الرغبه باقامه بالضبط هن كتله واحده يعني ليسوا كتله واحده وكمان حتى هل هن كلهم مؤيدين لحزب العمال الكردستاني وسياسه بس حزب العمال هل ما بترجع على رغبتهم يعني وقت بدهم الدول بدها تقسم وبدها تصير تقسيم انت عندك حاضنه شعبيه انت لما قسموا سوريا والاردن ما اجوا سالوك او سالوا اجدادك انه والله شو رايكم بالتقسيم انا عم اسمع رايهم دائما بدي اسمع رايك بس بالاخر يعني مين اللي بيحكم مو يحكم الشعب يعني لا احنا عم نحكي عن انا برايي الاتراك انا برايي الاتراك رح يتم استخدامه مع الاسف لفتره معينه ممكن مراداتهم فيما بعد ببعض الكانتونات في شمال سوريا موضوع التقسيم مع الاسف صار موضوع جدي جدا يعني خاصه في ضوء الحديث جون كيري عن الخطه باء او حديث لافروف عن احتماليه نجاح النموذج الفيدرالي في سوريا كل هذا الحديث فقط لطمأنة الأكراد في سوريا انه راح يكون لكم حصة من التحالف معكم هم حاليا عايشين طبعا انا اتكلم عن الطبقة السياسية اللي عم تحاول انشاء حكم ذاتي في شمال سوريا هم عايشين حالة من النشوة حاليا كل يحاول خطب ودهم ان كان الامريكان ان كان الروس وعم يتم مدهم بكل مقومات السلاح بكل المقومات اللوجستية هذا فقط ما بس هن يعني عنده تجارب سابقة ووعود سابقة يعني مزبوط. التقرير شفنا انه كله وعود ما حصلوا لهلأ على دولة مستقلة ما بيخافوا انه يتم خذلانهم من جديد يعني هم الوعود او الطموح الحالي بالنسبه للاكراد هذا مفروغ منه بالموضوع بالسياسه ما تحكي فيه بس بالنسبه لموضوع بالنسبه لطموحهم طموحهم الحالي ليس دوله نحن حاطين في راسنا انه هن هلا نحن نامن فيه لاي دوله لا هم عم يمشوا ستيب باي ستيب هن طموحهم حاليا انشاء كانتونات وربط بيناتها والاعتراف بانه هناك كيان ذاتي مثل ما قلت استاذ نحن ما عم نعمم عفوا تمام ما في تعميم يعني عم نحكي عن تحديدا عن بعض وانت شو رايك زين ما اعطيتنا رايك انا نحن هون عم نسال ونعرف رايه لانه انا كل يوم عم بسمع رايكم يعني حقيقه بس في شغله انا حاب بالموضوع بشكل عام هلا كمان وكانه في تناقض هلا نحن عم نحكي عن الاكراد بتركيا بالعاده لما قوه سياسيه او فئه معينه تتمثل سياسيا تتفرغ من موضوع العنف اتجاه حكومه او اي شيء
بينما احنا هون لمسنا حزب الشعوب الديمقراطي دخل البرلمان وبذات الوقت في لازال جهات ما هي عم تمارس عنف. ممكن هذا بيدلل على تناقض بين هاي الجهات نفسها. هي المشكلة إنه هي مشكلة تاريخية، يعني ما فينا حتى لو نجح حزب الشعوب الديمقراطي بالدخول للبرلمان وقدرنا نفرغ شحنة العنف الموجودة عند مثلا الأكراد في جنوب شرق تركيا، لكن بالنهاية هذا الطموح بعض الشرائح والفئات الكردية بأنه يكون لهم تمثيل أكبر ويكون لهم دور أكبر بتركيا أو حتى باتجاه إنشاء كيان ذاتي أو حكم ذاتي بالنسبة لهم، هذا موجود عن بعض الشرائح الكردية في تركيا. فموضوع العنف موضوع له علاقة مثل ما بيقولوا بذاكرة تاريخية بين الأقل بين الهويتين الكردية والتركية في سوريا، فهو بالنهاية هذا صراع تاريخي يعني. تماما، فما ممكن اختزاله على الدولة التركية يعني شأنها ما بين أتاتورك كان له دور بهذا الشيء. أكيد. وتاريخيا كمان كان في محاولات من قبل الغرب لتقسيم تركيا، حتى نعرف أكثر عن محاولات تقسيم تركيا من قبل تأسيس الجمهورية التركية. خلونا نشوف هالتقرير.